نظمت مدرسة الملكة نور الحسين الثانوية للبنات الخميس يوما طبيا مجانيا بمساهمة عدد من المستشفيات الخاصة كمستشفى الأردن وهبة والخالدي ومؤسسة نور الحسين للسرطان ومركز ابن حيان للوازم الطبية والمخبرية تحت رعاية مدير التربية والتعليم لمنطقة قصبة عمان الدكتور علي المومني. المومني أكد على أهمية هذه الفعالية التي تأتي لخدمة أبناء المجتمع المحلي بالتعاون مع عدة مستشفيات خاصة وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم. أول شيء بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا بحيي من خلال قناة الحقيقة جميع الزملاء المعلمين والمعلمات وعلى رأس مديرة المدرسة السيدة يسرى العجوز على جهودها المباركة والملموسة. أقول في هذا اليوم هناك أيام طبية مجانية بتفاعل شديد من المجتمع المحلي. أشكر جميع الأطباء والأخوة الزملاء الذين أشرفوا على هذا اليوم الطبي المجاني في هذه المدرسة وفي غيرها المدارس. أشكر الأخرى المعلمين المدراء المدارس على جهودهم الطيبة المباركة. هذا دلالة أكيدة على انفتاح المدرسة على المجتمع المحلي، والآن أصبحت الحمد لله المدرسة تمارس الشراكة المجتمعية مع جميع أطياف المجتمع خدمة لهذا المجتمع. لم تعد المدرسة فقط مكان لتلقي العلم، إنما هي للانفتاح على المجتمع، وهذه رسالة يعني نحن نؤديها في وزارة التربية والتعليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في موازين حسناتنا، ومكرر الشكر والتقدير لقناة الحقيقة على تواصلها ووجودها الدائم في كافة المحافل. مديرة مدرسة الملكة نور الثانوية للبنات يسرى العجوز بيّنت أن الهدف الرئيسي من هذه الفعالية تقديم الخدمة للمجتمع المحلي، وقدمت شكرها للمساهمين في إنجاح هذا اليوم. بفضل الله تم تأمين عدد كبير من الأدوية من عدة شركات، من ضمنهم الشركة السويدية وشركة جرش وبعض الشركات الأخرى. بحب أشكر الشكر الجزيل لوزارة التربية والتعليم لدعمها المستمر لمثل هذه الأنشطة، لوزارة الصحة لفتحهم أبوابهم للجميع وموافقتهم على هذا اليوم الطبي، وأيضا بشكر مدير تربية عمان الأولى الدكتور علي المومني لاستمراره بالدعم للجميع بمثل هذه الأنشطة. بشكر جميع الهيئة التدريسية والإدارية الموجودة بالمدرسة لأننا نعمل بروح الفريق، وشكرا لكم الحقيقة الدولية. مدرسة الملكة نور قمنا بمبادرة إجراء عمل يوم طبي مجاني، هو خدمة ل المجتمع المحلي بالتنسيق مع مستشفى الأردن. أمنوا لنا أطباء اختصاصات معينة، وأطباء أمنوا لنا أدوية، مستشفى هبة للتوليد والجراحة النسائية، وفي أطباء عيون، وفي طبيب أسنان، وفي مؤسسة ابن حيان أمنوا لنا كمان أجهزة طبية، وشركات أدوية أمنت لنا أدوية يعني بكميات كبيرة. أنا جاي أراجع الطبيب الباطني لأني بعاني من مشاكل في القولون، كتب لي الدواء المناسب وأعطاني بعض النصائح، وإضافة إلى فحص مجاني للضغط والسكري. اطمأنيت أنه كل شيء عندي تمام، ونزلت على الصيدلية وأخذت العلاج المناسب والحمد لله كل شيء تمام. نشكر ست إسراء، نشكر الحقيقة الدولية لأنها كل يوم طبي كانت تكون معنا. واشتمل اليوم الطبي على تخصصات الجراحة العامة والعيون والأطفال والنسائية والطب العام، وساهمت مجموعة من شركات الدواء بتزويد الفعالية بجميع الأدوية اللازمة. حازم السردي، الحقيقة الدولية.